معانا خبر طريف النهارده جدا في عالم الارقام. 71 عام من الفراق وبعد كده رجعوا لبعض بمحض الصدفه. يعني هم كانوا يعرفوا بعض بقالهم سابوا بعض 71 عام. 71 عام ورجعوا فضل من عمرهم. هم عندهم كام سنه اصلا؟ فضل من عمرهم كام؟ هنون موريس وتوماس اعمارهم فوق ال 80 اكيد. يعني هو تقريبا توماس عنده 88 سنه. ارجع اديني الجمله بس. يعني هم يا ليلى واحد وواحده كانوا بيحبوا بعض وبعد 71 عام من الفراق يعني سابوا بعض 71 سنه ورجعوا بعد كده لبعض تاني. هنون اللي لسه عايشين. لسه عايشين. ربنا يديكم طول العمر. لا لا بس لا تعرفي شو القصه تبعهم. انه هن توماس كان راح وامريكي جنسيه, هن الاثنين امريكان, بعتوه على الحرب العالميه الثانيه, راح على النورماندي وطول هنيك, فبعت له رساله انه تعالي الحقيني. يبدو تلحقوا انه اتطلقوا من اللي هو فيه ولا تعالي الحقيني يعني تعاليلي. تعاليلي مش الحقيني يعني انا حصل لي حاجه الحقيني. تعالي تعالي لي عشان انا قاعد مطول. فهي يبدو وصلت له رساله ثانيه على الموضوع, فهمت انه هو حيتجوز, فراحت هي سابته واتجوزت واحد ثاني. هو ما عرفش عنها حاجه. 71 سنه هي راحت على استراليا طبعا بعد ما توفى زوجها. قررت انه تعيد البحث عن حبيبها الضائع. شفتي الزمن؟ شفتي 71 سنه. اللي حصل بعدين انه ابنها قعد يدور على حبيب مامته السابق. ما شاء الله. فالصدفه اللطيفه بقى انه اصلا هو توماس, هو بما انه كان حرب عالميه وكده تفسري بالراحه شوي شوي عشان ما شاء الله انت كانك عايشه معاها. هقول لك انا يعني. حبيبها الاولاني خالص هي الست وسط. والله العظيم انا فاهمه الموضوع وحياتها. بس هي الفكره وفين انه عجبتني انه هم 71 مش عارف ايه فلسه عايشين. لا استني, هو لقى الراجل ازاي؟ ازاي هو الراجل حب يطلع يعمل اللي هو بالمنطاد ده, اللي هو يطير بالمنطاد القفز بالمنطاد. وحصل له ايه يا رشا؟ وقع. انتوا مش عارفه في مالكم النهارده. اصل هو مش مركزين. لا لا مركزين يا رشا. طيب اتفضلي يا حبيبتي. اللي صار انه هو اهم حاجه تركزي في الموضوع ده بالذات. رياضي جدا, فهو راح عمل قفز مظلي من الطياره وعنده 88 سنه, فكل وسائل التواصل الاجتماعي كانت عم تحكي عنه. فلما عمل سيرش عليه ابنه لموريس لقيه فورا, مع انه يعني مستحيل واحد يلاقي واحد بعد 71 سنه وتحكيوا مع بعضهم سكايب بقى وانبسطوا كتير بحالهم وعملوا معاد حيلتقوا قريبا. خلاص. طب ما قالوا لكش يا رشا امتى هيتقابلوا؟ لا كمان يومين ثلاثه. كمان يومين. طيب ماشي, تاخدينا عليهم عشان ناخد صوره معاهم تقعد ذكرى على قلينا نقول الناس دول بصوا يعني يقعدوا خبره. قدر الله وما شاء فعل. بجد؟ والله انا شايفه كده, ان مهما كان البعد الزمني بين الناس لو ربنا عايز يجمع الناس دي في اي وقت هيجمعها. بس هي ليه افتكرته بعد ما مات جوزها يعني؟ يبقى يعني معنى كده ان هي كانت بتحبه على فكره. طب فعلا. ماشي, هي لو هي يعني انا الحب هو مش بس لما مات جوزها راحت افتكرت حبها الاولاني. كانت متجوزه فما ينفعش ان هي تفكر باي راجل. طب ايه الخبر الثاني يا نهلا؟ قديش مهم انه هلا عنا صار وسائل تواصل اسهل. يعني رساله انبعتت ضيعت الدنيا وفرقت اثنين عن بعض 71 سنه. هلا طبعا مستحيل يصير هيك ببساطه. 71 سنه. الخبر الثاني اللي معنا